احنا جايين ضد الاحزاب الطائفيه، بيوظف لك وحده او واحد طائفي من طائفته عندك تابع على حزبه. نحن منا ضد الطوائف، نحن اي حدا من اي طائفي كفوق يحطوه ما بنسال، بس مسمي على حزب هذا بيعملنا حساسيه. صارت السرايا كلها هون، وسرايا طرابلس وشركه الكهرباء ومصفيه البداوي كلها محسوبه على فئه معينه، الفئه المسيحيه من 8 ادار. نحن ما وعد لنا حدا هون، ما معناتها عم شد على موضوع طائفه، لا بدنا نحكي لنا حقوق كمان، لنا حصه. ما في من الشعب مسلمين ومن محزبين إلن حصة بالوظائف ولا مهمشين؟ نحنا إلنا حقوق بدنا إياها. هلأ عم يقولوا الشباب في مفاوضات معهم، وفينا نقول شو المفاوضات؟ عم يقول في مفاوضات إنه مناخد حصتنا، حصة عكار. إذا بدهم يوصفوا واحد بدهم يوصفوا لنا واحد واثنين وثلاثة، وغير هيك ما بقى يمشي الحول. النواب نايمين، نحنا محلون، منا جبانات ونحنا من ظهر أبونا، نحنا منجيب حقوقنا. نحنا هنشوف كيف بدنا نجيب حقوقنا. وسجي الايام محل كل واحد بدنا عشره، وخلي هنن ساعتها يمروا اذا فين، ساعتها بدهن يتحوشوا يجيبوا حدا. لا انت ما تحط، خليكن يا نواب نايمين، الشعب تعبان، عكار عم تتاكل بالوظايف، عكار بالضرايب، عكار بلا كهرباء بلا اكل. خليكن مبسوطين، هذا بيروح على الصلحه، وهذا بيروح على يرقي مرت اخوه اللي مرتكبه، وهذا وهذا وهذا. ما بعرف انا هداك عم يرقي مرت اخوه مع مين؟ مع العونيه، العونيه شيلوا له، هو مرشح مع طيور المستقبل. هداك بيتصل بوزير الداخليه بيقول له انه هيك هيك القصه، بيقول له انتم خدتوا مازوت من جبران باسيل سكتا. لشو هدان؟ لك شو يا سعد الحريري يا شيخ سعد؟ ولك جايب عملاء للعونيه معك؟ لك هذا خير ربك، عملاء معك؟ تعرف والله بتستاهل، لانك ما لحقت الشعب هذا على الارض، لحقت العاملين حولهم زعومات، والله بتستاهل لهول. يعطيك العافية. يعطيكم العافية. نحن جينا اليوم على السرايا لأنه تم للأسف تعيين موظف تابع للتيار الوطني الحر بتسوية مع الأحزاب الثانية. جايين حابين أول شيء نفضح هذا الموضوع ونفرجي كيف الأحزاب الطائفية اللي هلا بوقت الانتخابات بتطلع على التلفزيونات بتخانق بعضها باسم الطائفية وبتشحن الشارع طائفياً لحتى يروحوا ينتخبون، بيطلعوا هن ذاتهم بيعملوا محاصصات وبيوزعوا الوظائف بين بعضهم البعض. جايين نقول لهم انه هيدي الايام خلصت، ما بقى فيكم توظفوا على كيفكم، في آلية للتوظيف تتبع الكفاءة من اي طائف تمام ما بهم، المهم يكون كفؤ وقادر يتأهل يقوم بمنصبه. بس انه يجي الحزب الفلاني بده يعين ويجي الحزب العلتاني يوافق معه بمقابل انه ياخذ حصة تانية، او يسكته لانه مرق له محروقات من قبل بوقت التهريب على سوريا، او يسكته لانه رقاله مرتخيه، او هذا الايام كلياتها خلصت. نحن فايقين لكم وواعيين لكم، هذه المحاصصات ما بقى تمرق عنا، رجاء هذا الكذب على العالم والشحن الطائفي وقفوا. طالما بدكم تعملوا انتم محاصصات وتتفقوا بين بعضكم مثل العادي، لشو عم تشحنوا الشارع طائفيا يا اخي؟ خلي العالم تعرفهم على حقيقتهم ونقطع على السطر. جينا اول شيء لنعبر عن نحكي مطالبنا، نحكي وجع الشعب، الناس اللي احترق سلافها ما عم تقدر تلاقي علبه حليب، امبارح محطات البنزين قفلت، ما في دوله تراقب حتى يغلى 30,000 ويربحوا اكثر. امبارح محطات في محطات فتحت صوت بيع ب 390,000 كمان ما في دوله تراقب. وين في واحد منا بيطلبوه على التحقيق؟ وين في ناشط عم يطالب للناس لاهله لاهل منطقته بيطلبوه على التحقيق حتى يدفعوه 500,000 اجار طريق ويبهدلوه ويهرجلوه؟ اجينا خبر من كم يوم انه في موظفي هون فرض التيار الوطني الحر على المحافظه، مع العلم انه اليوم ما في توظيف بالدوله، كلنا بنعرف كيف وظفوها ما بعرف. ونحن قبل هلا قلنا تجارب معهم من كم سنه، حطوا موظف وصاروا يتهموا خالد زهرمان بالداعشي وما داعشي، وهو الموظف لا عفوا يعني نحن ما طائفيين وما بشرفنا نكون طائفيين، بس هن ربونا هدول امراء الحرب ربونا على الطائفيين. حطوا موظف كمان للتيار الوطني الحر واتهموا خالد زهرمان يلي ادمي يلي هو دكتور جامعه بيخرج اجيال بالداعشي. نحن ما بتمر علينا هيدي الشغلات، مستحيل. نحن اليوم بدنا نعرف الموظفه كيف اجت، على اي اساس اجت، كيف وظفوها، ما في وظائف، وليش عم يستوطنوا حيضنا؟ انه ما في عالم بيعقار، ما في رجال بيعقار، هن متعودين انه ما يكون في رجال، ما في نائب يقف بوجههم، ما في مفتي، ما في شيخ، ما في خوري، ما في، لا نحن واقفين، ونحن كلهم بيعرفوا، نحن بيعين روحنا في سبيل الله، فدا الشعب، فدا اهلنا بيعقار. نحن قلنا تجارب مره مع هيدي الوظائف، في مأمورة نفوس بالعبدي، ما انا من المنطقة وحطوها مأمورة نفوس، هي من طرابلس ومن غير طائفة، تخيل لوين؟ يعني نحن معقول ما عندنا رجال واحد يستلم هذا المنصب بعكار؟ ما عندنا رجال بكل عكار متعلم او مهيئ لهيدي المشكلة، والله مشكلة.
الحلقة.